يو جايز اخيرا جيتنا في الطوموبيل شهور هادي وانا كنتسنى هاد الشيء واخيرا جابوها واحد البراند فهمتي اللي اي فيل اي ام ان لوف فهمتي واحد البراند اللي كنبغيها فريمون مازيراتي يس حنا دابا في المقر ديال مازيراتي ديال كازابلانكا عين السبع او هاي لا مازيراتي ديالي هاي الله جابوها مازيراتي ريبل هاد المازيراتي هادي منها 200 في العالم والوحيده في المغرب يو غايز هاي الريبل ديالي اخيرا هي ما تسنيناها اخيرا هي وصلت ولا 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 الدخل كي داير او ماي جاد هاد الداخل ديالها هربان وهاد اللوغو ديال مازيراتي صراحه فهمتي وهاد الكوير والخياطه او ماي جاد شوف 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 ريبل 1 اوف 200 200 اللي كاينه في العالم كان حماق على لا مازيراتي واحد لا مارك اللي كان حماق عليها فريمون وجامي كنت كنتخيل شي نهار اجي نكون صايب واحد السيري ليميتد ديال مازيراتي اللي منها 200 في العالم كامل وحده في المغرب عندي انا جامي كنت كنتيق او ماي جاد ريبل 1 اوف 200 المازيراتي ريبل او ماي جاد عين السبع الصاد نمشيو اخاي دابا نخرجوا لا مازيراتي ديالنا ونتوكلوا على الله صباح الخير ونهار زوين والشميشه يلاه طالعه باقي ما طلعاتش قاب مخبيه من ورا الجبل ومنادر واعر على هذا الصباح هذا يس والطايا صباح يو جايز صباح زوين هذا على الجاكوار والمازيراتي وكما قال الشاعر وفي يدي رولكس من السيراميكي سامعا صرخه المازيراتي في الطريق اسمع اسمع على صرخه اسمع يو برو من هنا اخي انا بجيت من هاد الدوار يزيك الساط من هنا يا الساط وفغيمو انا فخور انا بديت من هنا يا ودايز كنشوف الساط دوار يزيك في مراكش الساط الخوت اللي كيسولوا الويندوز فين تصور هاد تصورات الويندوز كاين هنا في الخميساج تنض تحاول في ليساج اي اي على الكليب تا هما لقاو حتى شي قطع او ماي جاد على الجو كي داير الغروب ديال الشمس او ماي جاد جن 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 الصح خميسات از فاكين البلاد ديال الصحه والفليسات الصح واو هاد البولونيز هادي قبل المغرب قدام هاد المنظر الجميل اصاحبي ويلي 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 شو اصاحبي على منظر مقابل معاه قبل المغرب اصاحبي والله الا زعما الجنة الصاد الجنة الخميسات ريلي بلاد الصحه والفليسات سيطان صافا بخير واحد القضيه واحد المقارنه ما بين المغرب والطيران الساط المغرب رخيص بزاف على الطيران وحق الله الا تما الفلوس اللي كتحس بها الطريق كطير هنا الساط كتحس بالفلوس ثقيله وحق الله بارابور للطيران بزاف ديال الاخوان تيقول لي خاصك اخاي سيمو شي مرسيدس ولا شي بي ما كنحملش اي حاجه نبقى ندور في الزناق ونبقى نشوفها 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 عزيز عليا شي حاجه اللي ما تكونش بزاف عند عباد الله شي جاكوار مازيراتي فيراري وا سمعتك العاود انت من الصباح وانت خارج وانت كتشوف اللوغو تاع المرسيدس والبي ام دبليو فاك صاحبي المازيراتي لا تصادف شي ما وحده في النهار فيراري حتى هي وحده في النهار جاكوار حتى هي قليله الصات ما عنديش مع شي حاجه كتكون عند بنادم بزاف اي دوره في اي حاجه مؤخرا جلست مع الصديق ديالي الشقر ويقول لي علاش الصات جامي جربتي الدروب شيبينغ بالتيم تاع الميديا بايرس اللي عندكم ترونوها قلت ليه الصات هذاك الشيء فيه بنادم بزاف واي حاجه كيتكب فيها بنادم بزاف انا ما عمري كنحط فيها رجلي كتخلي الناس ياكلوا وكتمشي انت تاكل في شي بلاصه بعيده الصات شوف الصات في الطيرون حتى واحد ما قادر يدخل للطيرون كنضل كندوي على الطيرون الطيرون حتى مشى شي مغربي يخدم في الطيرون الكاش اون ديليفري تمايا ما يقدرش لان القوانين صعيبه البدايه صعيبه الصات انت كتغنمي بوحدك ماشي جو يزاحمك ما عنديش عليه نتزاحم مع عباد الله خصك دير شركه باش دير شركه خصك تحول 60000 دولار من على برا 60 مليون مغربي تدخلها من على برا عاد تحل الشركه خصك دير معك شريك اجنبي تعطيه 51% شكون هو هذا الذي تعطيه 51% انا عزيز عليا الصعوبات كنموت على الصعوبات باش
عفوا خصك دير معاك شريك تايلاندي تعطيه 51%. شكون هذا اللي تثق فيه تعطيه 51%؟ هو تايلاندي في بلاده، خصك تصاد شي ناس ثقه، خص تكون اصلا انت كتعرف على عباد الله وتكون كتعرف شي ناس ثقه، عاد ممكن دير، عاد ممكن تجي تزاحم معايا. ما سهلش الصاد، ما سهلش. من خلال شي حاجه علمها لي المينتور ديالي هي ديما غادي يكونوا 95 حتى 99% ديال عباد الله على خطأ. دونك انا هي تنشوف عباد الله كيديروا شي حاجه كندير الضبط ديالو، والحمد لله هادشي اللي وصلني في حياتي. مشاو من الطريق بحر ما مشاو من الطريق، دونك ما سالكش اجي نقلب انا من هنا. اول طوموبيله شريت في حياتي كانت سميتها سانغيونغ، واحد لا مارك سميتها سانغيونغ. عيام عيا بنادم تيقول لي العرض الله نفس الثمنه تخلص غادي تجيب مرسيدس 620. صاط ما ركبش مرسيدس واخا تبقى غاليه فوق الارض، غادي نمشي نشري سانغيونغ شي حاجه ما كايناش عند عباد الله ونرتاح. نفس الثمنه غادي يجيب لي مرسيدس، باش شريت سانغيونغ غادي يجيب لي مرسيدس 620 مزيانه. لا خويا خلي لي سانغيونغ اللي ما معرفه حتى واحد، خلينا اخويا نمشي انا شي طريق اخرى ما نمشيوهاش الاخرين، ماشي نبقى ندور كل دوره نلقى مرسيدس. لا 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 صراحه صات سانغيونغ الله يعمرها هضر، بقيت حتى تحطيت بها هي الطومبيل اللي كنت قلت لكم كنت تحطيت بها ومشات ليا هي ديك السانغيونغ. كنت المهم بلا ما نعاود القصه عاوتاني راه الاكثر ديالكم عارفها، تحطيت بديك السانغيونغ ومشات ليا صعب لما نهزو هادي. هادي جا الخير دابا الوقت ديال هادي، دابا نهزو هادي ونمشيو وملي نجي نبان لكم الدراري فين نجي نمشي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. صفقوا لي اليوم اخيرا بعد 3 سيمانات ما تحركناش، اليوم درنا النفس جينا نتحرك. اوف ليا السط على منظر كي داير الحماقه معلم، عندنا المناظر في الخميسات شي حاجه الحماقه السط. شوف 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 شو عرفتي الخضوريه لوتوروت هذاك الشيء زعما هذاك الشيء ما كتحش راسك راك في المغرب في الخميسات. اروال يا شكون اللي معايا اليوم السير شكر شخصيا والكوستيم نعم السير مع الحاج كامل حضرات اليوم. لا 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 والحجيده معلم بصحه والراحه اخي شكرا دران جاتي مباركه. لا 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 كي والو لا 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 اخي 2020 جايز مسرح محمد الخميس مع الستار ار كبير هذا الستار ومسيو الشكرا شكرا انا ساليتي معايا اليوم. بونسوار محمد سعيد فوسوي جايز عام سياد القادر السيكتور اليوم داكشي كان تبارك الله واعد الله يحفظكم ويحفظنا نص المغرب اون جينيرال. الله يعزك الله يعزك تبارك الله عليك الله يحفظك كبير هذا مع مسيو الشقه يا نعمه زيد الدريد يا اللحم بالبرقوق اليوم الخربوه الدجاج اليوم تخربات خير شقر والريج والكوستيم نعمه زيد الله يلا جديد خير شقر ما عندي منك تبارك الله على برشقر والريج شي ما نقول اخي عرفتي تنصور داك المود نوزه بحال كنصورو بالكالكيلاتريس يوتيوب بان فيك الطيطه خايل شقه هاد الوليد هذا تبارك الله اول مره غادي يطلع لبطوله المغرب طق التالي ولد الخميسات جامع عرفوا شي واحد واش كاين اول طلع عليه لبطوله المغرب في البادي بيلدين كانت البارح حتى المرتبه الاولى طق طلع لهم من الشنبصه يس برو الخميسات دقوا السكوت خميسات بلاد الصحة والفليسات ان شاء الله هاد الوليد هذا تبان ندير معاه شي ستوريه وشي حاجه ونطاقي عليكم باش تفولويو فهمتي اول طلع عليه لبطوله المغرب ما كان حتى شي واحد عارفو راه كاين طق داليو يو شو اليوم شكون اللي جا عندنا الستار الله يلا صرفتينا الستار الله كبير هذا السيمون الكبير الخميسات بلاد الصحه والفليسات الله يحفظك كيف جاتك اخا هاد البليله الله تبارك الله اخي الله صرفتينا جبنا الشتا مع الشتي والله الا جبتي لنا الشتي صرفتينا بالطار الله يحفظك عرفتي اخاي من المزايا ديال العيش في خميسات هو الراحه فهمتي ما كاينش اللي يزط عليك راسك واحد الراحه خطيره جوج هو الوقت ثقيل بالشد يعني تلقى دابا الربعه كدير ديك هكا كتمشي تجري 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 كدير هكا كتلقى الله الربعه وقسمي الصاد زعما الا كنتي فريلانسر وكتخدم في الانترنيت احسنك وين ممكن تعيش فيها الصاد هو الخميسات من الاخر اما زعما الا ما كنتيش كتخدم في الانترنيت وكذا هنا ما كاينينش الشركات ما كاينش شي كازا ماشي الرباط هادي لكن زعما الا كنتي خدام في الانترنت واليا والغنم ولا 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 رواليا الخونه كيرعاني الغنم معلم هو الحلومه معلم 36 عام 40 عام كاع تلقاني هاك اخر تاع معلم كنرعى الغنم هذا هو الاخيره ديالي.